حبيبي ارحم دموعي. يا ولية حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا بازفندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا بازفندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. افرضوا يا اخي المره الجايه انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض حمدلنا على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورماندي تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها، دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكره. ولا لكم عليا، من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافه. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي؟ دول قالوا عليكوا تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا بازفندي؟ والله كنت لسه هقول له، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخر. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه والله صحيح، بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا، بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي، طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميدو بدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيرة الله. ما تنساش ميعادنا يا بازفندي. لا انسى ازاي، ده معقول؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بتاعي. والله بنت التفتة تطلع ايه دي يا بازفندي؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاتة؟ صلاة النبي أحسن. أحسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ أنت مالك يا أخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض إن فيهم حلوين، أنت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. أنت هلباوي أوي. يعني افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا سي حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميد. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامة يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. غريبة يا ابن حميد، انتوا ما بتتفتشوش؟ عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما مات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. عند الشجر اللي هناك. اهم جم.
الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ أبدا، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني. دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالا. انبسط مع ست لاتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منهم، حد يفطس يغطس، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لاتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لتالته. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي. يا عبيطه، ده انت دفك برقبتها. امال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني مفيش غير واحده بس في كل الدنيا اللي هيمه في نظري، ومع انها غضبانه وزعلانه لكن انا متاكد انها بتحبني زي ما انا بحبها. عزيزه اوعى سيبني. عزيزه انا بحبك يا عزيزه. سيبني بقول لك. الله، بحبك. مش عارفة ايه اللي عملته. عملت كده. انا بحبك يا حسن من اول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيظي لاني عارفة ان انا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، هعيش معاه طول حياتي متعذبة. وانت في يوم من الايام هتلاقي واحدة تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. اؤكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزة. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت، يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. الله عزيز. اهلا يا حميده، ايه اللي جابكم؟ نزوركم. اهلا وسهلا. خد يا حسن اشوي دي على بال مقلع. انت هتقلع اكتر من كده؟ ايوه علشان قلبي. يو، يلا بينا يا حميد. الله، احنا لسه قعدنا؟
انت كنت عايز تقعدي قعدي انت. يوه استني يا عزيزة. الوداع يا ميدو. الوداع مع السلامة يا حميد. ألا ملانا إلا الوداع حاجتي. ما هو رايحة فين يا ست؟ هتمشى شوية. أجونسك؟ لا خليك مستريح. خليك أنت هنا ما تتنقلش. رايح فين؟ رايح وراها. ايوه وصلت. وصلت 48 انبوبة كاف و84 انبوبة ها. والثمن؟ سوليف هيدا. حصمة انجفلات. 5000 جنيه. وامتى هنستلم البضاعة؟ تعذيب اسمه. تعبار اصباحي ريزا نبت. الساعة 4 يوم الخميس في بطن الزير. تطلع فين بطن الزير دي؟ مالكش دعوة، أنا عارفة قصده إيه. جاي ورايا، سبقتها عن طريق تاني. البت مريض شافتك وانت ماشي وراها. ايه؟ اهي اهي رجعت، يلا بينا نتدارى في حته. بالعكس لازم نخليها تشوفنا. مين اللي ماشي هناك؟ انا لا تانية. انتوا لسه ما نمتوش؟ ننام ازاي واحنا جايين نحرسكم ولا ننام؟ برافو عليك، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. هتعمل ايه دلوقتي؟ تعرف حته اسمها بطن الزير؟ انا يا اخويا لا بعرف بطن الزير ولا الحماله. والباز كمان ما اعرفهاش. ده لازم سين بينهم وبين بعض. انا هوصل السويسه بلغ رياسه وارجع حال. انا مش فاهمني حصل ايه ولا حاسبني زي الطور كده؟ لما ارجع ابقى افهمك كل حاجه. امال ازاي لما رجعت تلاقيش موجود؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي وراك. مش معقول، والا كان وصل بعد تلاقيه كان رايح حته ثانيه. على العموم لازم نتاكد ونعرف مش وراك لغايه فين. ما لو كانوا بليس هنروح كلنا في داهيه. انتوا شكاكين زياد عن اللزوم. في شغله زي اللي بنشتغلها الواحد لازم يشك في اخوه. ما تطلع الجس نبضهم. ما انا لسه داخله قدامهم، لو خرجت تاني وقعدت اسالهم واجس نبضهم هتبقى مكشوفه قوي. الصبح له عينين، واذا كان هما بوليس يستنوا علينا للصبح يعني هيعملوا ايه؟ هيقبضوا علينا. ويقبضوا علينا ليه؟ بضاعه ما عندناش. احنا ناس اشراف جايين نتفسح زينا زي غيرنا. مش يمكن سمعك وانت بتتفق مع صاحبنا على استلام البضاعه يوم الخميس؟ وافرض محدش يعرف بطن الزير دي فين غيرنا احنا. برضه الاحتياط واجب. بكره الصبح انت ومريز تشتغلوا عليهم وتشوفوا لنا حكايتهم ايه. بتناموا بالنهار. هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حقا تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالك؟ بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمح كلمه البوليس دي ابدا. ليه يا ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحه
تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه، ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقه. اعملوا معروف، انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيرة البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت اتوحش، دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتاكد من كل حاجه، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. مباحث المباحث. الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ. البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب وننفي بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح، والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع شهر العمر كله بشربه ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم نسينا ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه ثانيه. استنيني في الخيمه انت وماريز. ماريز تعالي. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشارب ميه كتير من البحر. طب تعالى استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعالوا استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك غوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. لتانيا قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي معرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعاده، لكن ايه؟ ملبن، حاجه على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعيه المنتفعين. حلو قوي. لا ابن كار صحيح. لا تانية كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم،
وانا عندي شويه كوكايين عاوزكم توصلوهم لغايه مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعه هتكون جاهزه يوم الخميس الساعه 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحده واحده، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغلي. شايف حدائق محسوبك؟ اهم طب يا عم زي الجرادل. انا كان لازم يرقوني لواء. لواء. يلا بقى يا عم، الساعه بقت 11. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهو فايق حسن عندهم، ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميدو قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري، ايه اللي يخلينا نستنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. أنا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت للفلوس. جود لك. يلا بينا، يلا بينا يا فندم. مع السلامة. يلا حسن، اطلع يا ابن حميد. يلا اطلع. الله خليك. تخبي لك الصندوق بحاجة أحسن. تخبي مين يا عم؟ إحنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله.